بسم الله الرحمن الرحيم. هذا example 3. Coupling shown in figure 15, هذا figure 15, is constructed from steel of rectangular cross section and is designed to transmit a tensile force of 50 kN. عندنا قوة منها 50 ومنها 50. هذا عندنا بولت وهذه عندنا الشوكة وهاي بليت. هذه تسحب وهاي تسحب. هذا بخمسين نسحب البليتة وبخمسين نسحب الشوكة. The bolt of 15 diameter. القطر مال البولت هو 15 مليمتر. احسب the shear stress in the bolt. يريد shear stress in the bolt. هذا البولت ايش قد يصير shear stress. The direct stress in the plate. يريد الستريس بالبليت. The direct stress in the fork. We read the direct stress in the fork. طيب. قلنا البولت subjected to double shear. لو تلاحظون انه هذا البولت هنا هذه يسحبه منه وهذه تسحبه منه وهذه تسحبه منه. هنا تسحب بخمسين وهنا هاي تسحب بخمسة وعشرين وهاي 25. إذا عندنا مساحتين، مساحة عليا ومساحة سفلى. إذا هنا بهالحالة هذا البولت يتعرض إلى دبل شير. هاي المساحة المقطوعة وهاي المساحة المقطوعة. فإذا يتعرض إلى دبل شير. يعني التاو يساوي لنا بي على 2A. الشير ستريس يساوي لنا بي على 2A. عندنا البي عندنا 50. في 10^3 حتى نحول إلى نيوتن على المساحة هي 2 في باي على 4. هاي الأربعة تصعد لي فوق باي على 4 في دي تربيع. الدي هو عندنا 15 مليم. الدي هو 15 مليم في 10^3 بين قوسين تربيع. إذا 100 × 10^3 على كذا يطلع عندنا 141.5 ميجا نيوتن على متر تربيع. هاي الشير ستريس وين؟ بالبولت. نجي على the plate will be subjected to a direct tensile stress. هذا منه هاي البليتة اللي هي هاي البليتة اللي عرضها 50 مليمتر والثيكنس مالها هي 6 مليمتر ومعرضة إلى قوة 50. فإذا السيجما يساوي لنا بي على اي. يريد الستريس بي على اي. بي هي 50 × 10^3 على الاي 50 في 6 هاي مساحتها في 10^6 هاي 10^6 و 10^3 نجمعها نصير 10^6 يساوي قسم هذا على هذا يطلع 166.7 ميجا نيوتن على متر تربيع. C. The force in the coupling is shearing by the fork. نجي على الفورك هذا اللي هي الشوك. الثيكنس مالها هي 6 والمساحة مالتها هي نفس المساحة هاي هي 50 × 6. لكن هنا الحمل يتغير او اللود يتغير. احنا هنا 25 يسحب و 25 يسحب منه وعلى البولت مننا يسحب 50. فاذا السيجما بي على اي راح نستخدم ال 25 لان نريد على فورك واحد. ف 25 × 10^3 المساحة هي 50 × 6. المساحة هي العرض مالها 50 السمك 6 في 10^6 قلنا ليش صارت 10^6. 10^3 × 10^3 ويساوي 83.8 ميجا نيوتن على متر تربيع. طلع الستريس وين؟ بالفورك. وطلعنا الستريس وين؟ بالبليت. وطلعنا الشير ستريس بالبولت اللي هو دبل شير ستريس بدبل دبل مساحة. المساحة هذه زائد المساحة هذه اللي هنا بعد حل الأسئلة الباقي أنتوا تحلونه وإشكالات شيء أنا حاضر. يبقى الفيديوهات تهتمون بيها وبعدين لا تنسون الأرقام. الأرقام مهمة جدا. كل واحد يجيب حاسبة علمية يستخدمها بتحصيل الأرقام لأنه الأرقام مهمة جدا وأنا حاسب عليها أكثر من أي شيء آخر.
إذا ما تستخدم الحاسبة مالتك العلمية ما راح تطلع نتيجة، فماكو نتيجة يعني كلها صفر، ماكو نتيجة يعني ما لها قيمة اللي أنت راح تكتبه، لأن أنت مهندس أهم شيء النتائج. المهندس بدون نتيجة لا مهندس. مع كل اعتزازي بكم وشكرا جزيلا.